هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز فهل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة أم لا؟ الصلاة على الملائكة مشروعة، أن تقول عليهم الصلاة والسلام أو تقول عليهم السلام، لأنهم عباد مكرمون وهم خلق من خلق الله، فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم كما قال تعالى في حقهم فالعباد مكرمون، وكما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة إلى غير ذلك، فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم، ويشرع الصلاة والسلام عليهم لا مانع من ذلك، بل هذا مشروع. وهل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول في التشهد؟ لا، الصلاة التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد. نعم، ولكن في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا يشمل كل عباد الله، كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. نعم، تدخل فيه الملائكة.